وللأسف هذا دخل هذا الغش وهو الوقوف على مسافة واحدة وترك الانحياز إلى الحق أو إلى الأقل سوءا هذا دب ذب أيضا دب أيضا إلى أهل فبراير إلى بركان الغضب كيف بالله عليكم ما حصل في الملتقى يوم عشرين أغسطس لإحياء ذكرى طرابلس سقوط بعد مقاومة القذافي ما حصل من لقاء البال صدر كان والله مخجلا ومؤسفا لأن هؤلاء يمثلون أهل فبراير ومع ذلك استحيوا استحيوا أن ينصروا الحق أن ينصروا الأقل سوءا بل تظاهروا بأنهم على الحياد وهذا آخر ما كان الواحد يفكر فيه إذا أنتم لم تنصروا قضيتكم وتنحازوا إليها فلماذا ضحيتم بآلاف الشهداء وخرجتم على القذافي لذا لماذا لا تتخذوا هذا الموقف من يوم 2011 في شهر اثنين وحقنتم الدماء وإخوانكم الذين ماتوا في ماذا ماتوا إذن ما دام أنت تريد أن تقف على مسافة واحدة بين حفتر وخصمه بين مشروع خف... مشروع حفتر الاستبداد القمعي وبين مشروع حكم الوحي إذا أردت أن تقف ب... يعني على مسافة واحدة فلماذا ضحيتم بأنفسكم وخضتم الحروب فهذا موقف لا أرضاه لأهل فبراير وعليهم ان يراجعوا انفسهم وبيان مسلات ما كان يرضي ابدا ولا يناسب مقام اهل فبراير. وعلى الناس ان يراجعوا انفسهم اهل فبراير لا يرضوا مره اخرى بان يصدر منهم مثل هذا العمل يتنصلون فيه من مبادئهم التي قاموا من اجلها يتنصلون من دماء اخوانهم. هذا بيان لا يليق بهم ابدا لان فيه تنصل من دماء اخوانهم اخوانهم لماذا ماتوا؟ ماتوا يقاتلون حفتر هل ماتوا لانهم يعني لا يريدون او يريدون ان ينأوا بانفسهم مع المنازعات السياسيه؟ هل ماتوا من اجل ذلك؟ ماتوا من اجل انهم يقاومون حفتر ويريدون ان يستولي عليهم فكيف انتم ترضون لاخوانكم بهذه المذله بعد ان ماتوا في سبيل الله وتنكصون على عقابه وتقول لا احنا بنقعدوا على مسافة واحدة هذا لا يليق بأهل فبراير أبدا هذه نقطة لابد أن أبينها ولابد لأهل الحق والأقرب الحق يعروا رؤوسهم ويتكلموا به بكل قوة زي ما تكلم العميد جنون هذا اليوم كلام بيانات هكذا يمسك العصا من النصف بحيث أنه لو انتصر هذا يكون معه ولو انتصر هذا يكون معه هذا هو التذبذب الذي هو صفه المنافقين التي حذرنا منه